هجاك سيدي عن هربا يدغوش هجاي بقر عزمان او محمود بورمدو ايام مرر بدن هذا الهين بدن يدليي كدب مركي او كهالي الرمي حساسيا او لحرير سياسات اي بلشدا داد بدن اي اسويدين اي قفك او يهي بورمدو وحو هرانتي لحدمي يدي او كل شيء ديگان ك لبيق عانود او كتر سندق مدى حضر اي قبل كسول وحبرشدي سديني مادقا الا اي دكسي سرهو سدح وحقوقاتي دق مدى الشيق قبل كتقدير دوكسيغا سارانا واحو كاقباحي دوكسيغا ساري اي وابري اي مقالادا مقدشو هرانتي مركاسي تدبا تمي يدي ايانا او كاقباحي بالالي هاي مقالادا مقدشو جامعاد كتالا دالك سودان ايو بلاباي سيدي تمي يدي كاقاتي هيركي سكوباد اي جامعاداد اساق او برتاي غينونكا سيدا اي صحافادو اي وغاتي بغرمبور مدو او صحافاد الله اللي ايا حسي ان برتاميه سيدي تمي يدي او بلاباي غناعسي حلقاسي او او صور لمايستي جامعادا اساق او كشاقين جيري دوفين تحولها او يبجين جيري دالالكا غليجكا حدا بس سيدي ابو بغر كنقضي سيدا لغو يقانو وكالادها وراكا سيدا إشيغا يان وياها دبا سيدا لغو يقانو داقن كسومالي دا حيلا قاميتكو واميد الاسكاد حلو كاسو او اسبركاسي كو تيرسان ساندابادان او لسيدح ليي ويل اي ابيهيس لكن حيلا قاميت بغور اي او هيا بورمدو واميد اساقا كبلاباتاي او ابيهيس اي اووغيز هراي امسو اهين سلطنت داقن سيدا وكالادها اي شيغا يان وحو شيغاي ان هير كيسو اما رير كيسو اي اساقا بغر كدكتين سند كي لبادكن لكن وريسي او هراي اسي اي بي بي سي دا لماد كي لبادكن اي كو اي لباتن كي وحا لغوي دي اي عدة او اساقا بغر كمتلو ايو وحا او اساقا او لحد لي ورباهين تا او شيغاي ان او بغر يهي افريكان كودن وعاكالتون متلابويري دمان امد الصومالية دي جيسك افريكا وعنكم متلابويري شعبك صومالي لان كوة جبوتي كوة كل الكشنات كوة NFD او لشي دي نوت استرين اكينيا يا مقدشو كوة دقا دمان توت انا او هلابويري وعو شاقه ان لو دورتاي ان لغو دورتاي دالك ليبيا دورشيدي سنة او قبجوك او كاها dad oo kamid yahay madaxweynaha hore ee dalka Liibiya Muammar al-Qadhafi madax dhaqameed Soomaali ah iyo dad kale oo Afrikaana wuxuu ahaa xiriir ka dhaxeeya Boqor Buurmadow iyo Muammar al-Qadhafi hadaba Boqor Buurmadow ayaa u sheegay saxaafadda in madaxweynaha hore ee Liibiya Qadhafi ay isku barteen dalka Niger magaalada Niamey halkaas oo ah marka ahayd dadka ka soo shaqeynayay cilmi baaris ay Liibiya maalgelisay oo laga sameeyay aniga iyo Qadhafi waxaan mar dambe noqonay saaxiibo gaar ah waxaan ka mid ahaa boqorada Afrika ee la socday oo meel walba kala qayb galiyay shirarka uu ku qabto kulan gogoleedka markaasii uu dhigaba goobjoogayaan ka ahaan jiray buu yiri waa tahay aniga iyo wasiirkii dhaqanka ee Liibiya xilligaasi Ra'far al-Madani ayaa ka mid ahaa buu yiri gudi uu Qadhafi u saaray xiisadda cilad markaasii inqilaabka markaasii Mauritania gudigaasi oo aan anigu gudoomiyo ahaa buu yiri waa tahay Boqor Buurmadow hadaba sidoo kale wuxuu ka qayb qaatay xasilinta Puntland oo mar qarka uu istaagtay dagaal kadib markii ay isku dhaceen Jaamac Cali Jaamac iyo Cabdullaahi Yuusuf Axmed wuxuu ka mid ahaa raggii heshiisiiyey waa tahay Boqor Cusmaan oo Maxamuud Buurmadow wuxuu hadda ku sugan yahay magaalada Nairobi insha Allah hadday noo suurto gasho sida ballanto ay noo tahay asbuuca dambe ayaynu ka wareysan doonaa arrimo badan oo Soomaalida iyo caalamkaba quseeya waa tahay.